السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نقدم لكم هذا مستشعر الباب، وهو في نفس الوقت فيه باف، يعني فيه إنذار. كنت قدمت فيديو على ذاك الإنذار مع المستشعر الحركة ومستشعر الباب بالنسبة للسيارات، الناس كانوا كيتسائلوا على مثلا المسافة اللي غادي تكون بين المستشعر والإنذار. هذا كان إنذار لاسلكي، يعني ما كيحتاج لا انترنت لا شي حاجة، يعني المسافة هي 100 متر. هذا هو السؤال اللي كان كيسولوا بزاف، والناس كانت تطلب واش كاين شي، يعني فين ما كنت أنا في العالم عندنا هذا المستشعر. ذول من تيقولوا عصفورين بحجرين واحد، وفي نفس الوقت انذار، يعني كيكون طرف هكا وطرف هكا، وفين ما كنتي في العالم يعني اي واحد فتح الباب على الشكل هذا راه فيه حتى الانذار، تيخدم الانذار، وايضا تحكم منه، وكيبان لنا حتى في التليفون، يعني فين ما كنتي في العالم راه غادي يبان لك في التطبيق، وغادي يبان لك محلول فاش يحل شي واحد الباب، ولا يحل الباب ديال الطوموبيل، ولا من ما بغيتي ديرو مثلا تكون حاط. وايضا ممكن تضيف مثلا تضيف واحد الباب السطح، واحد الباب الطوموبيل، واحد الشرجم، واحد فين ما بغيتي الباب من ما بغيتي ديرو. اي باب تحل ولا اي شرجم تحل راه غادي يخدم هذا الانذار اللي هنايا، وزائد غيبقى يبان لك في مازال دابا هذا ما مربوطش، عاد غادي نربطوه باش نوريكم حتى الطريقه كيفاش غادي تربطوه في الهاتف، ويمكن توقفوا من الهاتف وغيبان لك فين ما كنتي في العالم. كيجيب هاد اللصاقات هادو على الشكل هذا، باش دير هاد اللصاق هكا واللصاق هكا كما هو موضح في الشاشه اللور، وكتركبوه في الباب. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال الربط، ربط هاد الجهاز. غادي نمشيو للبلاي ستور، غادي نتيليشارجيو تطبيق سميتو سمارت لايف، تطبيق على هذا الشكل هذا. انا ديجا انستاليه، ها هو التطبيق، اوبن، نفتحوه، وغادي نجيو لهنا لزائد، غادي نديرو اضافه الجهاز ونبركو على اد ديفايس، وغادي نجيو لهنايا، وغادي نجيو غادي نقلبو على سنسور، وغادي نجيو لا هو كونتاكت، ها هو كيبان هنايا السنسور، وغادي نكليكيو عليه. هنا كندخلو اسم الشبكه ديال الراوتر اللي عندنا وكلمه المرور، وكنبركو على نكست، وكيقول لك برك على هاد الزر هذا. هنا كاين واحد الزر صغيور، غادي نبقاو باركين عليه حتى يبقى يسني هاد السينيال هنايا. غادي نبركو على كونفيرمي، هما ها هو تيقول لك واش كيسني كيطفى وكيشعل، كنبركو على كونتيني، وكنبركو على الزر هذا، هو صغيور المده ديال الثواني على ما كيبقى يفلاشي، ها هو فلاشا، وها هو تقبط هنايا في الهاتف كما كيبان لكم على الصوره على الشاشه، ها هو هنايا، ها هو كيضاف، تيبان في الهاتف باش حتى ملي كيفتح شي واحد ولا سميتو من الهاتف يمكن تسكت هذا الانذار هذا فين ما كنتي كتواجد في العالم. ها هو تربط، يمكننا نبدلو له السميه، مثلا نسميوه مستشعر الباب، ولا خليه بسميتو ولا اللي بغيتي، مستشعر الباب على هاد الشكل هذا، مستشعر الباب. نبركو على هنا فين بغيتي ديرو، واش في الصالون ولا في اش من شومبر، نديرو مثلا في الصالون، ونبركو على دان، ونبركو على دان، اوبيراسيون ساكسيفيل. ها هو دابا كيبان لكم كما شفتو على هنايا في الهاتف، نتوما فاش غادي نقربوا الباب فاش يحل يتحل. ها هو دابا مسدود، انتم كما كتشوفوا كيبان لكم مسدود، وكيجيو حتى اشعارات كما كتسمعوا في الهاتف، انتم كما كتسمعوا من الهاتف كما قلت لكم كتسكت، هي تشيك، انتم فاش غادي نحلو وتيبان حتى في الهاتف، من الهاتف يمكن لك تبارك الله على التشيك وكتسكتو. وهاد 7% هنا اللي كاتبه لكم النسبة ديال الحجر، الحجر باش كيخدم راه كيخدم بطارية عادية، داك الحجر ديال التيليكوموند هو باش كيخدم. هانتوما حنا نسدوه، هو يبان لك حتى في الهاتف راه مسدود، هو باين مسدود، وكيجيو حتى إشعارات هنايا في السيتينغ، هنا شحال المدة اللي بغيتي يخدم فيها الألارم، واش 3 ثواني ولا 7 ثواني ولا 33 ثانيه ولا انت الوقت اللي بغيتي. وهنا ايضا في التايمر شحال بغيتي، وهنا الصوت ديال الفوليوم كتزيد او كتنقص. وهنايا مثلا هيا هنايا كدير مثلا اد
مثلا كدير واحد المشهد في حاله ما ان مستشعر الباب مثلا تحل كتبارك على طاب اوران مثلا هذا المستشعر تحل وعندك انت اناره مثلا اناره ذكيه ولا عندك شي حاجه اخرى مثلا تقدر تقول له افتح شعل لي بوله من غير انه مثلا غير يفتح الباب تشعل بوله الا كانت اناره ذكيه تقول له شعلها لي بالحمر باش يبان راه عندك المشكل من غير ان هذا الالارم اللي كيجي هنا اي سنسور اوبنين يعني كتفعل هذا وهو الباتري باش يبقى يعطيك شحال واصل الباتري وانتم كما كتشوفوا راه فاش كتفتح حنا دابا زدنا في الوقت ديال الالارم هنا كاين واحد القفل ها هو كيبان لكم في الشاشه شي دابا ما دار والو فاش فتحته كتبرك على هذا القفل هذا ها هو تفعل دابا راه تفعل الالارم فاش كتبغي تكا ولا سميتو فاش غتبغي هذاك الالارم يخدم يعني ماشي في اي وقيته هو مثلا يتحل الباب يبقى يخدم لا حتى تصبرك على هذا القفل هذا عاد كيتفعل ما بغيتي ديزاكتيفي كديزاكتيفي باش واخا كيتحل الباب وكيتسد وكيكون هذا المستشعر ما كيخدم حتى شي حاجه دابا فاش فعلنا الاخر فاش هي غادي نفتحو غادي يخدم انتما كما كتشوفو